المشكل اللي عندنا اخويا هنا بعدا كنتسائل اولا على واحد الشكايه اللي دارتها الساكنه شي 540 توقيع درنا للسيد العامل ودرنا للسيد المدير الاقليمي بالازلال على فتح نواه تاهيليه بهذه المنطقه هذه بهذه الجامعه الترابيه، لان عندنا واحد العدد ديال التلاميذ والتلميذات كينقطعوا على الدراسه. علاش؟ لان كيتلقاو ما كاينش تعميم المناح وبزاف ديال الاسباب، يعني كاين الهضر المدرسي يمشيو كيتنقلوا. دابا الاباء راك عارف هما فقراء اصلا، كيتكبدوا خصهم يكريو لولادهم، خصهم بزاف ديال حيت المناح ما كتعطاش تقريبا الكل، كتعطى غير واحد النسبه معينه. عندنا حنا تقريبا ثلاثه تسعات هنايا، وكل تسعه فيها كدا 30 تلميذ. قول انت كتنجح غير كدا 20، يعني 100 تلميذ هنايا بعدا ديما كتلتحق تتمشي لتيكلفت. المنحه ديالو راه اصلا كينقطع، لان خصو يكري، خص والديه يتبعوه، يمشيو رحلوا يتبعوه ولا يشوفوا كيديروا ليه. وبالخصوص الاناث، الاناث خلاص راه بزاف كينقطعوا اكثر من الذكور. طالبوا السلطات والمعنيين باش يفتحوا لنا واحد النواه ثانوية تاهيلية هنا بالمنطقة، باش هاد الناس هادو اللي كيمشيو يوليو يكريو ويتكرفصو ويبقاو التلاميذ يقراو حدا الآباء ديالهم هنايا. وحنا درنا الشكاية هادي تقريبا مدة سنة، العام الفايت صيفطناها، عطينا واحد النسخة للسيد العامل وعطينا نسخة أخرى للسيد المدير الإقليمي، ولحد الآن حنا ما تلقينا حتى شي جواب، لا بالرفض لا بالقبول.